على مدى 3 أيام متتالية يعقد المؤتمر الاقتصادي كمنصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء لصياغة خارطة طريق محددة التحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الإدارية الجديدة حيث تعقد فعاليات المؤتمر الاقتصادي مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية ضعينا في أجواء المؤتمر لديك وأبرز الوجوه الاقتصادية المشاركة فيه. نعم أميرة، بعد التحية، منذ الصباح يعني بدأت فعاليات وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي دعا في وقت سابق لعقد هذا المؤتمر الاقتصادي الهام بحضور جميع الأطراف. اليوم هو اليوم الأول وتستمر الفعاليات حتى 25 من أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة لعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والباحثين والمستثمرين، إلى جانب أيضا يعني ممثلي الحكومة ومختلف الوزارات. نتحدث عن أكثر من 20 جهة محلية ودولية و500 مشارك يشاركون على مدار 3 أيام، وهي مدة عقد هذا المؤتمر من أجل مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وذلك في 3 مسارات رئيسية تم تحديدها لعقد هذا المؤتمر. يتم مناقشة المسارات على مدار 3 أيام، على أن كل يوم يتم مناقشة مسار محدد. فاليوم الأول هو خاص بالسياسات الاقتصادية الكلية، وهو ما يتم في جلسات اليوم. أما اليوم الثاني سيركز على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. أما اليوم الثالث سيخصص لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة. منذ دقائق قليلة انتهت الجلسة الثانية، وستبدأ الجلسة الثالثة بعد دقائق من الآن. كانت البداية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للجلسة الافتتاحية، وتم الحديث عن ما قامت الدولة باتخاذه من خطوات خاصة بالإصلاح الاقتصادي، والتي يعني نجحت خلال الفترة الماضية على مواجهة عدد من الأزمات التي واجهت العالم كله وليس مصر فقط. وتحدث الرئيس أيضا على أن هذه الأزمات استدعت اتخاذ حلول جذرية تحتاج لدعم المواطنين لهذه الحلول في مواجهة يعني كل الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت بطبيعة الحال على مصر باعتبارها جزء من العالم. تحدث الرئيس أيضا عن جهود الدولة خلال الفترة الماضية، وأكد على فتح الباب أمام جميع المشاركين من مختلف الفئات على المشاركة والإدلاء بآرائهم يعني وضع خارطة الطريق من أجل الاقتصاد المصري وتحسين وضع الاقتصاد المصري، وهو ما يتحقق في هذا المؤتمر. فهناك حضور متنوع، تحدثنا منذ الصباح مع عدد كبير من يعني مختلف الفئات وممثلي الأحزاب، والجميع أكد على أهمية هذا المؤتمر في تبادل وجهات النظر من أجل الوصول لخارطة طريق. وننتظر المزيد من خلال الجلسات بالفعل اليومية والعديدة على مدار الأيام المتتالية. أشكرك شكرا جزيلا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم.